عسلامة ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة لافي. كيف ما تعودتوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة متنوعة. بموضوع اليوم باش نحكيو فيه على تعرض 50 نائب برلمان إلى تهديد بالقتل لابارامون عديناهم في تونس زادة ولا الشي عندهم ومش يولي عالمي، حيث تلقى 50 نائب من مختلف الأطياف السياسية في الجمعية الوطنية الفرنسية إلى تهديدات بالقتل وفق التقرير صدر مساء أمس. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصادر في البرلمان أن رئيس البرلمان ريتشارد قال أنه سيتخذ إجراءات قانونية تجاه ذلك. وتلقى نواب البرلمان تهديدات بالقتل عبر البريد الإلكتروني، ولم يتضح حتى الآن من قام بإرسالها. كان جينا في تونس رانا نطلع عليهم لفلف، والله يعني مخابرات خير منهم لهالدرجة ما تنجموش تطلعوا بالأدريس بي وغيرها من مصادر سرية. وأشار تقارير إلى أن التهديدات كانت موجهة ضد نواب الأغلبية الحاكمة والمعارضة لحد سواء. كما قلنا لكم فارا معدينيهم، والحمد لله إن قاعدين نعديو في العالم وقاعدين يتبعوا فينا على الأقل في حاجة. احنا نتبعوهم في حاجة وهم يتبعونا في حاجة، ديما نحمد ربي على كل حاجة. ما تنسيوش لايك وشير وتفعيل الجرس، وربي يقدر الخير. وباي باي.